صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون هذا فال جديد لكم. ان شاء الله يكون الحظ ديالكم زوين، ان شاء الله الحظ هذا يجيب لكم اجوبه على الاسئله اللي داخلين تطرحوها. وكالعاده غادي نبدا مع صاحبه البشره البيضاء. فغادي تكوني انت هذه صاحبه البشره البيضاء، وغادي نشوفوا الحظ ديالك شنو غايقول لك. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك على فلوس او على حاجة مادية كبيرة، وكتفكري في لقاء او مجمع او لمة او لقاء عمل، والفلوس اللي كتفكري فيها او الحاجة المادية اللي كتفكري فيها غادي توصلك، ولكن ماشي بالشكل المطلوب. هاد الايام هادي انتبهي على الارزاق ديالك، يعني انتبهي على الارزاق ديالك، انك مثلا ما يحصلش سرقه، انك ما يتهدرش الحق ديالك، او انك ما تحصليش على الارزاق ديالك كامله. غادي يكونوا عندك فرص وحظوظ، ولكني بحال كتجيك بلوكات، او انتي كديري بلوكات لنفسك، او كتحسي انك اقل من هاد الفرص اللي كيجيوك. شويه نفسيتك غادي تكون تعبانه، كتفكري في طاقات روحانيه، كتفكري فيما مضى هاد الايام الجايه، او غادي تبقي تفكري في كل الاشياء السلبيه اللي مرت عليك في حياتك، وبحال كتسترجعي الذكريات الاليمه، وغادي يكون عندك بكاء او حسره. فكنقول لك علاش كترجعي للوراء، علاش كتفكري فيما مضى؟ لن يفيد ذلك بشيء، بالعكس غادي يزيد ياثر عليك سلبا. فانسي الماضي وعيشي المستقبل. تنقول الحاجه الماديه اللي انت كتفكري فيها غادي توصلك، ولكن ماشي بالشكل الكبير او ماشي بالشكل التام اللي انت باغياه. كنشوف هنا غادي يكونوا عندك لقاءات، اجتماعات، لمات، ممكن يكونوا عندك حفلات، او انت غادي تكوني كتنظمي لقاءات ديال الناس، او اجتماعات او محاضرات. فغادي تكوني دائما هاد الايام الجايه في لمات عائليه، لمات اجتماعيه، او ممكن يكون عندك مشروع. البعض فيكم غادي تكون كدرس مشروع جديد باغيه ديرو، والبعض فيكم غادي تكون كتبغي بزاف تستشر مع الاهل، تستشر مع الاصدقاء، تستشر مع الناس اللي هما من حولها، بحال ما عارفاش شنو ديري، او متردده، او ما عارفاش الصحيح من الخطا، او ما عارفاش شنو غادي يفيدك من الاشياء اللي ما تفيدكش. فهنا غادي تكوني محتاجه الاشخاص يوجهوك، او الاشخاص اللي هما يساعدوك. بالنسبه للحياه العاطفيه ديالك فيها ترددات، فيها مد وجزر، مره مزيان مره خايب. بالنسبه للعمل او كل ما يخص الاداره او الاوراق، فهاد المسائل غادي تكوني زاهره فيهم. عندك نصره، عندك فرحه، عندك نجاح، حتى في الدراسه اللي كيسال على الشهاده او بخصوص الدراسه ديالها، فالنجاح كاين، النصره كاينه. كتسالي على العمل، عندك نجاحات في العمل. كتسالي على اوراق خاصه بالاداره او بالعمل، فهي كاينه بشكل ايجابي. عندك حاجه في المحكمه، فانت اللي عندك النصره بهذا الخصوص هذا. بالنسبه للازواج، او بالنسبه حتى للحبيب،
فإلى هدرتي على الحنطي، فالحنطي كاين معاه شويه مشاكل، كاين غيار، كاين خصام، كاين بعاد، كاين فراق، كاين آلام. ممكن انها تكون تدخل بيناتكم مرأة هي اللي تكون سبب المشاكل لبعض فيكم، والبعض فيكم غادي تكون الحياة المادية هي اللي مسببه لكم شويه مشاكل، والبعض فيكم اللي كدير طاقة روحانية للحنطي يعني جايه بالعكس عليك، يعني انت كديري حاجات اللي باش انك تقربي منه او يتقرب منك ويكون بيناتكم حب وئام، بالعكس هاد الطاقه الروحانيه اللي كديريها غادي ترجع عليك بالعكس، وبحال لا كديري شي حاجه لانه هاد السيد هذا يزيد يبعد عليك هاد الحنطي هذا. هاد الحنطي هذا كيفكر في العائله ديالو، كاين اللي الام ديالو كتحكم فيه او هي اللي كتسيره او العائله ديالو هي اللي كتسيره، وكاين البعض فيكم اللي الاهل ديالو او الام ديالو باغيالو مرأة اخرى من غيرك او ما كانتش موافقة اصلا عليك، فهي بحال باغيه تاخد له بنت اخرى ممكن تكون من العائله او هي قريبه بزاف او كتدخل عند الحما ديالك او هذه الام ديال الحبيب ديالك، فهي كتحبد انها تزوج ولدها لهذه السيده هذه، فانتبهي على حالك مع الحنطي. بالنسبه للابيض فالابيض عندك معاه فرحه، ممكن تكون خطوبه، ممكن زواج، حتى اذا كان عندك شي حاجه في محكمه او في اداره مع هذا الابيض او هو شخص مع في العمل فعندك معاه نصرة، عندك معاه حاجات إيجابية. هذا الأبيض هذا كيشوف لك بقلبه، كيفكر فيك على نجوم الليل، كيشوف العتبة، وبحال هو مشتاق لك بزاف هذا الأبيض، أو مشتاق يجلس معاك، مشتاق يهضر معاك، وكيفكر في شباب صغير أو كيفكر في حاجة جديدة أو باغي يطور من الحياة ديالو أو يغير نمط الحياة ديالو هذا الأبيض هذا. بالنسبة للأسمر فالاسمر كنشوفو رد عليك بالظهر هاد الايام هادي بالكل، واحد نقول واحد 3 ايام ما غادش يكون معاك اصلا، غادي يكون بعيد عليك لا بالقلب ديالو ولا بالفكر ديالو ولا بالجسم ديالو. الاغلبيه ديال الازواج اللي هما سمر او الحبيب اذا كان اسمر عنده سفر او كيفكر في اشياء بعيده كل البعد عن الحب والعواطف، ما كاينش بيناتكم شي لقاء او تقارب او هضره وكلام، فهو غادي يكون عايش في عالم اخر وكيفكر في مسائل اخرى غير العاطفه، ماشي كنقول لك عنده طرف ثالث، ما كيبانليش هنا طرف ثالث او خيانه، ولكن عنده سفر او عنده امور اخرى كيفكر فيها، عنده لقاءات، عنده اجتماعات. فقط هنا اللي كتسال واش يقدر يكون عندها حمل مع الاسمر، فيكون عندك حمل مع هذا الاسمر في شهر 3 والله اعلم، ممكن يحصل حمل مع هذا الاسمر هذا. واللي كتقول واش مازال غادي يرجع لي هذا الاسمر، واش مازال غادي نتصالحوا، تنقول لك الصلح مازال غادي يكون، مازال غادي يرجع لك، ولكني ماشي خلال هاد 3 ايام هادي، لان غادي يكون مشغول خلال هاد الايام اللي هي جايه. الا سالتي على العين والحسد كنقول لك العين والحسد بعيده عليك، انت اللي كتفكري في طاقه روحانيه، انت اللي كديري طاقه روحانيه، وهاد الطاقه الروحانيه اللي كديري او درتي هاد الايام السابقه لن تفيدك بشيء. فكان هذا بصفه عامه الفال ديالك يا البيضاء، فقلنا انت كتنتظري واحد المبلغ اللي هو كبير بزاف او حاجه ماديه اللي هي كبيره، غادي توصلك هذا الشيء ولكن ماشي بالشكل الكامل اللي انت باغياه. كنقول لك كذلك غادي يكونوا عندك لقاءات، اجتماعات، لمات، او غادي تكوني انت كتحضري الحفلات او الاعراس، او تكوني كتحضري بحال هكا او مساعده في هاد الامور هادي. قلنا الى عندك شي حاجه في العمل او على طبله المخزن او الدراسه او مؤسسات اداريه، عندك علام الفرح عليها، عندك فرحه، عندك نصره، حتى الا كنتي كتسني اوراق عن طريق اداره فغادي تحصلي عليها خلال هاد الاربعه ايام هادي. كنقول لك العتبه ديالك ظاهره وزاهيه وباغيه هذاك الطقوس الروحانيه في العتبه ديالك، ديريها مثلا قران، مثلا تسابيح، مثلا بخور تلقيه في الدار ديالك، فالدار ديالك محتاجه بحال هاد الاشياء هادي، او تخرجي صدقه من العتبه ديالك. كنقول لك في حياتك العاطفيه هاد الايام هادي فيها مد وجزر، مره زوينه مره خايبه، فشويه كاين تردد عندك، شويه ما كتعرفيش تصرفي، محتاجه للناس اللي يساعدوك او محتاجه للناس اللي يوجهوك. تنقول لك بالنسبه للازواج او بالنسبه
للحبايب، فإلا كنتي كتسألي على الحنطي فعندك معاه مشاكل، عندك معاه غيار، عندك شوية نقاشات حادة. إلا كنتي كديري طاقات روحانية لهذا الحنطي غادي تقلب عليك. بالعكس، كاين البعض فيكم اللي الأهل ديال الحبيب ديالها أو ديال الزوج ديالها الحنطي هاد الأيام كارهينك أو باغيين الفراق بينك وبين هذا الحنطي هذا، وكاين اللي الأم ديالو باغيالو مرأة أخرى أو كتضرب على أنك تفارقي مع الحنطي باش تزوجوا هاد البنت هذه الثانيه. وتنقول لك الا كتسالي على الابيض فالابيض عندك معاه اشياء اللي هي ايجابيه. الا كنتي كتسالي واش غادي يكون زواج بينك وبين هذا الابيض، فهو فعلا كيفكر في الزواج ونيته صافيه، كيفكر فيك على نجوم الليل، قلبه وعقله راهو معاك وكيشوف لك العتبه، ومازال حتى يجي لعندك هذا الابيض هذا الا كان حبيب. والا كان الزوج ديالك فراه كيفكر فيك وكاين عندكم فرحه وعندكم سعاده انت وياه، وعندكم شي حاجه شي عقود انت والزوج ديالك، ممكن تشريو شي حاجه او عندكم اوراق في اداره غادي تحصلوا عليها انت وهذا الابيض هذا. بالنسبه للاسمر غادي يكون بعيد عليك كل البعد، ما كيهتمش نهائيا هاد الثلاث ايام بالعواطف، ممكن يكون عنده سفر، ممكن يكون عنده اجتماعات ولقاءات، فهو غادي يكون مشغول عليك، فما تنتظريش منه انه يتواصل معك، فخليه حتى يسالي شغله غادي يرجع. الا كنتي كتقولي واش مازال غادي يرجع هذا الاسمر هذا، واش مازال كاين تصالح، فكاين الصلح بيناتكم ولكن ماشي في هذه الايام هذه. وتنقول البيضه اللي ما عندهاش اطفال وكتقول واش مازال غادي نحمل معها هذا السمر هذا، كنقول لك الحمل مازال غادي يكون، وممكن والله اعلم في شهر ثلاثة يكون الحمل بينك وبين هذا الاسمر هذا. فهذه هي الاشياء العامه اللي بانت في الفال ديالك هي البيضة، وغادي نشوفوا الفال ديال الحنطية. فغادي تكوني انت هادي الحنطية وهذا الحظ ديالك، ان شاء الله فالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. قلبك غادي يكون حمل الهم ديال الاوراق او عقود او شهادات او رخصه او ملفات، هادو هما اللي غادي يكونوا شاغلين لك بالك هاد الاربعه ايام هادي الجايه، غادي تكوني كتفكري فيها بزاف بالليل. انتبهي من مراه بيضاء مربوعه القد، ممكن يكون عندك معها خصام، ممكن تكون كتدبر لك ماكيده، ممكن دير لك طاقات سلبيه او دير لك اسحار، فعندك معها مشكل كبير هاد السيده هادي. اما انت من الناحيه الماديه عندك حاجه كبيره او حاجه قيمه غادي تدخل لك العتبه، الناحيه الماديه الامور جيده، عندك حاجه كبيره غادي تدخل العتبه، وعندك مبلغ مالي كذلك، وعندك ذبيحه على العتبه وبالزهر وبالحب. بالنسبة اللي كتنتظر مثلا شخص من البلاد البعيدة، يقدر يكون الأبناء ديالها أو شخص تعرفت عليه ومؤخرا وكتنتظر وكتقول واش كاين المجيء ديالو، فالمجيء ديالو كاين، واللي تعرفت مؤخرا على شخص اللي هو أجنبي أو في البلاد البعيدة وكتسألي مع راسك وكتقولي واش فيه خير ولا ما فيه خير، فهاد السيد هذا فيه خير، استمري معه. وتنقول كذلك الامور ديالك في العمل متوسطه، او اي شيء في العمل فهو متوسط، او حتى في الدراسه عندك الامور متوسطه، وكاينه هنا سيده اللي مترقبك او كتراقبك بخصوص العمل ديالك، او حاطه عليك كتغار منك، فانتبهي من وحده اللي هي سمراء. وانتبهي كذلك في العمل ديالك من رجل اسمر، ممكن يغدر بك، وحتى هاد السمره ممكن انها كتغار منك وممكن تسبب لك مشكل او تهضر عليك بالسوء خصوص العمل ديالك، او الا كنتي كتدرسي انتبهي من اللي كيدرسوا معك، خصوصا ذكر كان او انثى اللون ديالهم اسمر، هادو بحال كيدبروا لك ماكيده او ما باغيين لكش الخير هاد الشخصين هادو. وبالنسبه للحياه العاطفيه ديالكم، فكنشوف الحياه العاطفيه زهره،
بيت الفراش ديالكم او الحياة العاطفية عليها اعلام الفرح اللي كتنتظر الرجوع ومصالحة كيفما كان الحبيب ديالها، راه كاين الرجوع وكاين المصالحة. وتنقول كذلك اللي هي أجنبية، ماشي أجنبية، اللي هي مغتربة. البنات شحال كيسولوني على شنو هي مغتربة، فمغتربة هي اللي عايشة في بلاد الغربة. فانتم اللي في بلاد الغربة وكتنتظروا يكون عندكم حمل، او كتقولي كتسالي واخا انت ما مزوجاش، كتقولي واش مازال في حياتي غادي يكونوا عندي اطفال، مازال غادي يكونوا عندك اطفال. ونشوفوا الازواج والحبايب. فاذا كنتي كتسالي هي بصفه عامه عندكم علام الفرح في بيت الفراش ديالكم، ممكن اللي يكون عندها زواج، ممكن اللي خطوبه، ممكن اللي رجوع مع الطليق ديالها، ممكن اللي تصالح مع الزوج او الحبيب ديالها. ولكن دابا غادي نهضر لكم على كل واحد بوحدو شنو كيميزو. الابيض هذا باغي الاطفال، غادي يكون كيهتم بالاطفال ديالو بزاف. قلبوا على العتبه، وقلبوا على زهرك، وقلبوا على السفر، وقلبوا على البلاد البعيده. وكذلك كنشوفو ما غادش يكون مرتاح نفسيا، هو عنده شي حاجه مضايقاه بخصوص حاجه ماديه او بخصوص فلوس، وكذلك بخصوص التنقلات او بخصوص السفر، حمل الهم كبير بخصوص هذا السفر. هذا الابيض هذا اذا كتسالي على الحنطي، الحنطي طموح وباغي ينمي الاموال ديالو، او باغي يطور من الحياه الماديه ديالو. وتنشوفو واخا تشوفيه شي شويه ساهي، او غادي يكون كيهضر بزاف في المكالمات الهاتفيه، فالمكالمات الهاتفيه اللي غادي تشوفيه كيتصل او مشغول دائما بالبورتابل ديالو، فهي فقط مع رجال. يمكن الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون عنده هاد الايام اتصالات كثيره. بالنسبه للاسمر، فالاسمر هنا كنشوفو باغي يقول لك هضره وكلام، باغي يقول لك حاجات جديده، باغيك تسمعيه، باغيك تعطيه وقت. فكنشوفو كيشوف لك بقلبه، كيشوف العتبه، غادي يكون شويه عنده اشياء اداريه، او الاهتمام ديالو غادي يكون بالشؤون الاداريه، باشياء قانونيه، بامضاءات، بدخول الى ادارات. هذا هو اللي غادي يكون شغله او الفكر ديالو كاين مع هذه الاشياء هذه. وغادي يقول لك اشياء، او غادي يبوح لك باشياء جديده اكتشفها، ولا يقول لك مثلا على ناس كنتو انت وياه كنتو كتظنوا انهم معاكم، او انهم كيبغيو لكم الخير، ولكن غادي يكتشف وغادي يوصل لك هذا الخبر ان الناس اللي كنتو دايرين فيهم الثقه لا ثقه فيهم. فهذا اللي قال الفال ديالك يا الحنطيه بصفه عامه. فقلنا هنا كاينه سيده مربوعه القد بيضاء، غادي يكون عندك معاها مشكل كبير، او غيار، او فراق، او ممكن تسمعي على هذه السيده حاجه اللي هي خايبه، ممكن يكون عندها دايره شي حاجه حرام، او دايره حاجه من الممنوعات، او عندها قضيه قانونيه اللي هي ممكن تودي بها للمحاكم. وكاين فيكم اللي هاد السيده مربوعه القد البيضاء كتنوي لكم الشر، او باغيه تدير لكم طاقه سلبيه، او هي سحر، فانتبهوا من هاد السيده هذه. اما من الناحيه الماديه كنقول لك داخله لك العتبه، حاجه اللي هي كبيره وقيمه، وكذلك داخل لك مبلغ مالي كبير، وعندكم ذبيحه في العتبه غادي تسعدوا عليها وغادي تفرحوا عليها. من الناحيه العاطفيه او الحياه الزوجيه، الامور جد ممتازه عندكم علام الفرح. كما كان الحبيب ديالك او الزوج ديالك، وكتشوفي واش كاين رجوع، واش كاين تصالح، فالتصالح والرجوع كاين. انت اللي يعني حامله الهم ديال الطليق ديالك، وكتقولي واش مازال غادي يهضر معايا، مازال غادي يهضر معاك، ومازال غادي تسويو الاوضاع ديالكم، وغادي تشوفوا تهضروا بخصوص واش تكملوا الحياه او تفرقوها، مازال غادي يهضر معاك. وتنقول اللي كتسال على الابيض، فالابيض هذا كيشوف لك، كيفكر فيك، كيفكر حتى في الابناء ديالو. واذا كان هذا الحبيب ديالك كيفكر في اشياء جديده، هذا الابيض هذا عنده سفر، او عنده اهتمام كبير بالبلاد البعيده او المدينه البعيده. النفسيه ديالو شي شويه غادي تكون تعبانه، لان تيفكر في الحياه الماديه، او خصو يعمل اكثر حتى انه يكسب اموال. كنشوفو مهتم بالعتبه ديالك، كيشوف لك العتبه ديالك. بالنسبه للحنطي،
فالحين تقلبوا على الزهر ديالك كيشوف لك دائما نيته صافيه. هاد الحنطي هذا باغي طموح وباغي يطور من الحياه الماديه ديالو وغادي يوصل. الى شفتيه مثلا مشغول مره فهو فقط عمل، ماشي انه كيخونك او عنده طرف ثالث، فقط غادي يكونوا اتصالات عنده بخصوص الاعمال ديالو. انت اللي كنشوفك شي شويه غادي تكوني حاسه بنفسك وعاطيه لنفسك اكثر من اللزوم قيمه، فحاسه بنفسك لا على الحنطي ولا على الابيض ولا على الاسمر. اما الاسمر فكنشوفه باغي يقول لك هضره وكلام مطوله، وبحال غادي يكشف لك سر انه عرف ناس كنتو تايقين فيهم او دايرين فيهم الثقه الكبرى، وكتقولوا هاد الناس مزيانين وهاد الناس عمرهم ما غادي يسرى منهم شيء اللي غادي يضرنا، ولكن غتكتشفوا هاد الناس هادو على الحقيقه ديالهم. تنقول لك هاد الاسمر هذا غادي يكون عنده اشياء قانونيه او اداريه، او غادي يكون عنده لقاء مع طبيب او مع محامي، ولكن هو دائما كيشوف لك واخا تشوفيه مره كيغيب، فالقلب ديالو راهو معاك. هذا مجال الفال ديالك. وكنقول لك بالنسبه للعمل فالامور متوسطه، فقط كنقول لكم العاملات او الموظفات او اللي كيدرسوا كاين هنا من ناحيه ديال الذكور والاناث، كاين هنا مراه وراجل والبشره ديالهم سمراء، شي شويه غادي يكونوا غدارين او غادي يبغيو يدبروا لكم مكائد بخصوص الدراسه او بخصوص العمل، فانتبهوا من الاشخاص اللي لون البشره ديالهم اسمر يا الحنطيات هاد الايام هادي، زائد البنت او المربوعه القد هادي اللي هي بيضاء. فهذا كان الفال ديالك يا الحنطيه. ما تنسيليش الضغط على لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات، ونشوفوا السمره. او هذه انت يا السمراء وهذا الحظ ديالك. حتى قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي تكوني حامله هم ديال مراه كبيره، ممكن تكون الام ديالك الحامه، الجده، الخاله او العمه او سيده كبيره او الاخت ديالك الكبرى، غادي تكوني حامله الهم ديالها. وكذلك كتفكري هنا فرجل حنطي، وكتفكري فرجل اسمر، وكتفكري فرجل الابيض النحيف، وكتفكري فراسك وفي العلاقه ديالك مع هاد الناس كاملين. وهنا كتفكري في الغدر اللي انتي كتقولي هاد الابيض هذا، كاين شي واحد اللي هو ابيض عريض الكتاف بحال انتي شاكه فيه، وكتقولي واش هذا غدر ولا غادي معايا بالنيه ديالو. فتنقول لك هاد الابيض عريض الكتاف هنا في هاد تخمامك هنا، فكي يشوف لك الحظ ديالك، يعني هو انسان عادي ما باغي لك الشر، انت كتشكي فيه، ولكني خلي نحطو الكارطه وغادي نشوفو اكثر هذا الابيض والنيه ديالو. هنا عندك مبلغ مالي بالعدد 3 غادي تحصلي عليه، وعندك خبر غادي يجيك بخصوص عمل من البلاد البعيده او من المدينه البعيده، وغادي يخليك تجمعي القش ديالك وغادي تسافري. فاللي هذه بالنسبه للسيدات او البنات اللي كينتظروا عمل في مدينه بعيده او في بلد بعيد، راه غادي يجيك الخبر وغادي تجمعي الحوايج ديالك وغادي تلتحقي بالعمل ديالك. السمره هنا في الاول كان بان بانك حامله الهم ديال هاد الناس كلهم، وكتفقسي غير بوحدك، واحد الوقت غادي تقولي انا مالي على حالي، فبحال غادي تعرفي تسيري حياتك، او غادي تقولي انا مالي على هاد المشاكل كلها، علاش كنفكر في هاد الناس كلهم، نعطي اتقار لراسي وندبر لراسي ونفكر في راسي. وراه داكشي اللي خصك ديري، فكري في راسك وشوفي مصلحتك، وكل واحد راهو قد على مشاكله وكل واحد قد يعالج الامور ديالو بوحدو. فكما قلت فانتي شويه شايله من هاد الابيض هذا، او شاكه فيه، او باغيه تنوضي معاه الصداع،
وكتقولي هذا الابيض هذا يمكن فيه الغادر، يمكن هو خايب، يمكن غادي يضرني، فما حد كي كتقوليها ما حد داكشي هو اللي غادي يكون. فانت اللي كتخلي هذا الابيض هذا يعاملك بهذه الطريقه او يفكر بهذه الطريقه اللي هي سلبيه. شوف السمره، الابيض رائع، الرجل الابيض ما فيه التعب، انت اللي فيك العيب. تجي عندي للتعليق وتقولي لي لا هو اللي خايب، شوف انا كنقول لك الشيء اللي جا في الكارطه نقوله لك، ما غاديش نجي ونجاملك. انت كتباني هاد الايام هادي انت اللي خاطئه، انت اللي كتصدري الاحكام المسبقه على هاد الابيض وكتلوميه وكتقولي اناني وكتقولي مخادع وكتقولي خايب وما غتخلي ما تقولي في هاد الابيض هذا. تنقول لك هو راه الا بقيتي على هاد النمط هذا وبقيتي كتسمعي هاد الهضره هادي، راه فعلا داكشي اللي غادي يدير، غادي يبعد عليك، غادي يتخاصم معاك، غادي يتفارق معاك. تنقول لك هو مازال غادي يتصل بك، هاد البيض هذا خلال يومين غادي يتصل بك او يوم الاثنين القادم غادي يتصل بك هاد الابيض هذا، وغادي يبغي يعالج معاك الموضوع اللي بينك وبينه. ف راه انت اللي خايبه ماشي هو. انا هاد الايام كنشوفك انت اللي طالعه شوكتك للسما وباغيه تجبدي الصداع وباغيه ديري المشاكل. هنا كيبان لي بالنسبه للحظوظ غادي يكونوا عندك لقاءات كثيره او اجتماعات كثيره او غادي تكوني في عزومات او في حفلات، ولكن واخا غادي تلقاي فيهم حظوظ وغادي تكوني ناشطه وفرحانه، هذا لا يخلو من بعض المشاكل اللي غادي تصرالك. فالمشاكل غادي تجي منك انت، فما تدخليش في الشؤون الاخرين. انا كنشوف هنا عندك حظوظ، غادي تكوني في اجتماعات في لقاءات، ما غاديش تكوني بوحدك، غادي يكونوا الناس كيعيطوا لك او كيعرضوا عليك، او غادي تكوني في اجتماعات في لمات في لقاءات عزومات، هاد الامور هادي غادي تسعدك، ولكن لا تتدخلي في شؤون الاخرين، ما تبقايش تدخلي لهم في المسائل ديالهم او تحاولي تغيري حاجات اللي هما متعودين كيديروها، او مثلا تفرضي عليهم اشياء يديروها، يعني حيت انت هذاك التصرفات ديالك التصرفات ديالهم ما كيعجبوكش وتقولي له لا غير هادي دير هادي حط هادي، فهذا غادي يسبب لك المشاكل، دخلي سوق راسك. هنا بالنسبه اللي كتسال على الاسمر، فالاسمر طايح في حجرك كيبغيك شويه. هنا الا كانت عندك قضيه قانونيه مع رجل اسمر كيف ما كان، وكان عندكم شي حاجه في محكمه او في عمل، فهو مازال متردد، ما باغيش يدير شي حاجه، مازال كيفكر ومازال عاطي لراسو فرصه وجوج وثلاثه عاد ياخذ قرار. هذا الاسمر هذا كنشوف هذا الاسمر هذا كيشوف لك بقلبه، ولكن كنشوف انت رد عليه بالظهر، زائد كاين شخص اللي داخل بيناتكم، هو ذكر داخل بيناتكم بحال ما تيخليهش يتقرب لك، ما تيخليهش يعني يكون بيناتكم تشارك، ولا يزيد يتقرب لك اكثر، ولا يحبك، ولا فبحال هذا الرجل هذا داير بينك وبينه بلوك في الايام الجايه. هذا الاسمر هذا من ناحيه ديال الارزاق عنده ارزاق كثيره، مازال غادي يفرح على اوراق. وتنقول لك هذا الاسمر هذا نيته صافيه، حتى الا كان الحبيب ديالك هذا وكتقولي واش مازال غادي يفكر في الزواج، فهو كيفكر في الزواج وباغي الاستقرار معاك. ولكن كنشوف هنا ان كاين حد اللي واقف حجره عطره بينك وبينه، زائد انت عاطياه بالظهر وما كتسمعيش، ولهذا السبب كنقول لك هذا الاسمر متأني، مازال كيتردد واش ياخذ القرار او لا. وحتى الا كان معاك شي حد في العمل او عندك مع شي واحد حاجه قانونيه او في اداره او في محكمه وهو اسمر، مازال هذا ما باغيش ياخذ القرار النهائي، مازال متأني ومازال كيفكر في الامر مره وجوج وثلاثه. بالنسبه للحنطي، فالحنطي هذا كنشوفه رد عليك بالظهر تماما. هذا الحنطي هذا مشغول بمراه كبيره في السن، مشغول باشياء اداريه، مشغول بالاعمال ديالو، عليه التابعه، عليه العين والحسد، كيفكر انه
يدير تغييرات او كيفكر في الاعمال ديالو، فغادي يكون مشغول جدا، زائد الاهل ديالو غادي يكون شاغلينو والام ديالو اكثر واكثر. فما تنتظريش من الحنطه شي حاجه، هو تابع الام ديالو. الام ديالو بحال قلتي باغياه يكون معاها اكثر ما يكون معك، عنده خروجات او مصالح غادي يقضيها مع الام ديالو، غادي يكون كيفكر بزاف في العمل او عنده ترتيبات او جمع الاغراض او دراسه الحياه ديالو من جديد. ما تنقولكش هذا الشخص راه ما غادش يستمر معك، هو قلبوا على الاستمراريه وقلبوا على زهرك، ولكني كنشوفك انتيا عندك اشغال ديالك كتشوفي لها وهو كذلك. بالنسبه للعتبه ديالك كنشوفها عاديه، او انك بديتي كتحاولي تخلي الدار ديالك شويه تنقيها، او ديك الطاقه السلبيه اللي كاينه على الدار بحال كتخف. فهذا مجال الفال ديالك يا السمراء. فقلنا السمراء ما تكونيش شعنونة، ما تكونيش نكادية، ما تكونيش كتفكري في السلبي، ما تكونيش انتي السباقة بالخصامات وبسوء الفهم، وخصوصا مع الابيض كنشوفك باغية تنوضي الصداع مع هذا الابيض هذا. ولا بقيتي كتشكي هذا الشك هذا وكتوصلي له هذا الشيء انك انت ظالمني وانك انت خاين وانك انت اناني وانك ما درتيليش وما درتيليش وما درتيليش، فعاد غادي يطبق هذا الامر هذا. فانت مهددة بالطلاق، بالفراق، بالغيار مع هذا الابيض، وانت غادي تكوني السبب، لا احد يسبب لك في هذه المسائل، انت اللي كتسببي في هذه المسائل هذه. وكنقول لك هذا الابيض هذا راه مازال غادي يتصل بك وغادي يبغي او غادي تجلسي انت وياه وتعالجوا الموضوع ديالكم او المشكل اللي صاير بينك وبينه. كنقول لك الاسمر، الاسمر فراه كيشوف فيك بقلبه وفكره، ولكن كاين شخص اللي جاي بينك وبينه، كاين حاجز بينك وبينه. هذا الاسمر هذا هو عنده اموال، عنده ارزاق، عنده حظوظ بخصوص اوراق ونيته صافيه وباغي معك الزواج الا كان الحبيب ديالك وباغي المعقول، ولكن مازال متردد لان الخطا منك انت، انت ما كتسمعيش، ما كتعطيهش وقت، زائد هذا اللي جاي وسطكم. وتنقول لك حتى الا كانت عندك اشياء قانونيه او عندك مع شخص في العمل هو اسمر عندكم شيء غامض او مشكل او شي حاجه بينك وبينه، او عندك شي حاجه مع الاسمر على طبله المخزن، فهو متاني ومازال ما غادش ياخذ القرار النهائي. بالنسبه للحنطي كنشوفوا رد عليك بالظهر، انت كذلك لا اهتمام منك ولا اهتمام منه. هاد الايام هاد 3 ايام هادي غادي يكون مهتم بالام ديالو، غادي يكون عنده خروجات مع الام ديالو، او غادي يقضي اغراض او غادي يقضيو اغراض هو والام ديالو. وكذلك كيفكر انه يغير شي حاجه او يدير ترتيبات او تنظيمات، او كيفكر كيفاش غادي تكون الحياه ديالو من بعد. فتيفكر في المستقبل، يعني كيدرس الحياه المستقبليه، سواء كان الزوج ديالك او الحبيب ديالك، كيدرس كيفاش غادي يعيش معك او كيفاش غادي يسير الامور ديالو. وقلنا غادي يكونوا عندك هنا عزومات او لمات او خروجات، او غادي تكوني مع مجموعه ديال الناس، فما تدخليش في الامور ديالهم وما تفرضيش الاراء ديالك على الاخرين، ودخلي سوق راسك باش ما يصيبكش الاذى. العتبه ديالك كنشوفها بدات شي شويه هنا، ماشي هي واو، ولكني شويه بحال كتخف الطاقه السلبيه اللي كانت عليها، كتخف على العتبه ديالك. وكنقول لك كاينه هنا امراه اللي هي بيضاء واقفه لك على ظهرك، او كتفكر فيك وممكن تساعدك في امور اللي هي ماديه. فهذا كان الفال ديالك يا السمراء. ما تنسيليش اللايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات، وشكرا لكم، كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم واستمتعوا بالحياه، والى اللقاء ان شاء الله في قراءه اخرى جديده، وباي باي، كنبغيكم.